مرحبا بكم أعزائي بحلقة جديدة اليوم راح تشاهدون بيها نوكيا تكشف النقاب عن هاتفها الجديد نوكيا اي فوكس واجن تبدأ مرحلة إنتاج الميكروبوس الكهربائي اي دي باز رايدرز اوف ذا بروكن بلانيت تحصل على عرض وتحديد موعد الإصدار وفي خبرنا الأول اليوم حيث أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق قرص تخزين خارجي جديد سامسونج بورتابل SSD T5 والذي عاد لحدث في سلسلة منتجاتها من أقراص التخزين الخارجية المحمولة والتي تأتي بتقنية SSD. وقالت العملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في بيان على موقع الإلكتروني يقدم T5 سرعات نقل رائدة في صناعة مع أمن البيانات المشفرة في تصميم محكم ومتين مما يجعل الوصول المستهلكين البيانات الأكثر قيمة في أي مكان وفي أي وقت أسهل من أي وقت مضى. وأضافت سامسونج أن T5 الجديد الذي يوفر سرعات نقل تبلغ 540 ميجا بايت في الثانية الواحدة فقط أي أسرع بنحو 4.9 مرات مقارنة بمنتجات أقراص تخزين خارجية HDD صمم خصيصا لصناع المحتوى ومهني الشركات وقطاعات تقنية المعلومات وكذلك المستهلكين عاديين ليمنحهم وصولا سهلا وفوريا للبيانات. ويمتاز أقراص تخزين جديدة بأنه صغير الحجم مع سماكة لا تتجاوز 10.5 ملم ووزن لا يتعدى 51 غرام، ثم أنه يأتي مع هيكل مصنوع من الألمنيوم ويتوفر باللونين الأسود والأزرق. وذكرت سامسونج أن T5 جديد قادر على تحمل الصدمات بفضل خلوه من الأجزاء المتحركة إذ يمكنه الصمود بعد سقوط من ارتفاع مترين، وهو يأتي مع برنامج يدعم مختلف أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية والأجزاء المحمولة مع تقنية تشفير بيانات EES 256 بت، وتوفر قرص بأربع ساعات هي 1 و2 تيرا بايت للنسخة السوداء و250 و500 جيجا بايت للنسخة الزرقاء. هذا يتوفر قرص بسعر $129.99 لحجم 250 جيجا بايت. كشفت شركة نوكيا النقاب عن أحدث أهم هواتفها الذكية والمسمى نوكيا 8، حيث يتوج الهاتف الجديد جهود العلامة التجارية الفنلندية وتعاونها وثيق مع شركة HMD Global والتي تعمل على إحياء علامتها التجارية العالمية. ويهدف الجهاز الجديد للأندرويد إلى منافسة مع هواتف مثل الآيفون والجالكسي S8 من خلال هيكل من الألمنيوم المصقول وكاميرا من ماركة كارول زايس الألمانية وصوتيات راقية معتمدة مع كاميرا 360 درجة رائدة تابعة للشركة وشاشة عالية الدقة LCD بقياس 5.3 إنش وبدقة 2560 في 1440 بكسل، وذلك في محاولة من الشركة للاستفادة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي على ميزات الصوت والفيديو عالية الجودة. وقد يتمكن الجهاز من فوز على منافسيه من ناحية السعر لأنه سوف يواجه منافسة شرسة مع استعداد شركة أبل لإطلاق هاتفها آيفون غير تقليدي بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشركة أول هاتف آيفون جنب إلى جنب مع منافسة الموجودة من قبل هواتف سامسونج الحالية وهاتف النوت 8. ويبلغ سعر نوكيا 8 حوالي $700، كما أنه يتيح ميزة الفيديو المزدوجة وتطلق الشركة على هذه اسم وضعية بوثي بحيث يسمح بعملية البث المباشر المتزامنة على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية في وقت واحد على شاشة منقسمة مما يجعل الهاتف الأرقى من شركة نوكيا. ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل لكل عدسة وفلاش LED مزدوج وكاميرا أمامية أيضا بدقة 13 ميجا بكسل. ويعمل الهاتف بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم 8 نانوية بتردد 2.45 جيجا هرتز والمسمى سنابر دراجون 800335 والذي يتضمن سلاسة في العمل مع شريحة رسوميات أدرنو 540
جنبا إلى جنب مع وجود أنابيب النحاس الممتدة عبر الهاتف من زاوية إلى زاوية للتبريد مع طبقة من الجرافيت للمساعدة في تبريد الحرارة والحفاظ على برودة الجهاز أثناء الاستعمال الثقيل مع 4 جيجا بايت من ذاكرة وصول عشوائية و64 جيجا بايت من مساحة تخزين داخلية مع وجود فتحة مايكرو اس دي وبطارية بسعة 3090 ملي امبير تدعم تقنية الشحن السريع كويك تشارج 3.0. انتل تعلن رسميا عن جيل الثامن من معالجات انتل كور للحواسب المحمولة، حيث اعلنت شركة انتل رسميا عن المجموعة الاولى من الجيل الثامن من سلسلة معالجاتها انتل كور، والتي تستهدف المستخدمين الذين يفضلون اجراء المهام تحرير الفيديو وتشغيل تطبيقات الواقع الافتراضي على الحواسب المحمولة. وقالت عملاقة صناعة الرقائق الالكترونية الامريكية في بيان على موقع الالكتروني ان المعالجات الجديدة توفر أداء أفضل بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق. وكانت شركة MMD مواطنة أنتل وأبرز منافسيها، قالت حديثا أن معالجاتها للحواسب المكتبية حطمت الأرقام القياسية في السرعة، ولكن تعتقد أنتل أن معالجها القادم للحواسب المكتبية سوف تهزم نظيرتها من IMD. وتقدم المعالجات الجديدة 4 أنوية، وهي تمتاز بأنها تحسن من عمر البطارية، إذ بإمكانها إطالة عمر بطارية الحواسيب والتي تشغل فيديو فائق بوضوح بدقة 4K Ultra HD إلى ما يقارب من 10 ساعات للشحنة الواحدة فقط. وإذا كان المستخدم يقوم بتحرير الصور، فإن المعالجات الجديدة سوف تسمح له بالقيام بذلك على نحو أسرع بنسبة 48% بمقارنة مع معالجات أنتل التي صدرت في العام الماضي، ثم أنها تسمح بتحرير الفيديو أسرع بنحو 14.7 مرة مقارنة بحاسب شخصي عمره 5 سنوات، إذ أن الفيديو تستغرق معالجته 45 دقيقة على الحواسب القديمة أصبح يعالج الآن في خضون 3 دقائق فقط. وتعتزم أنتل طرح الموجة الأولى من معالجات أنتل كور في جيلها الثامن في السوق في شهر أيلول سبتمبر المقبل. هذا سوف توفر الشركة أكثر من 145 نموذجا من معالجات كور i5 وكور i7، وسوف يستمر إطلاق المعالجات الجديدة على مدى الأشهر المقبلة، مع إطلاق أولى معالجات سطح المكتب في فصل الخريف، تليها معالجات الموجهة للشركات ومجموعة واسعة من الخيارات الأخرى التي صممت خصيصا لشرائح المختلفة. فوكس واجن تبدأ مرحلة إنتاج الميكروبوس الكهربائي ID Bus، حيث أعلنت شركة فوكس واجن الألمانية لصناعة السيارات عن دخول الميكروبوس الكهربائي خاصتها والمسمى ID Bus مرحلة الإنتاج، مع توقع إطلاقه ودخول مرحلة البيع بحلول عام 2025. وتحاول فوكس واجن عبر النموذج الجديد إيقاظ الحنين المستهلكين الذين يرغبون الكثير من المساحات المخصصة للركاب وأولئك الذين يحنون إلى الميكروبوس الأصلي من أيام الستينيات ومحبي المركبات ذات المحركات الخلفية. ويمتلك هذا النموذج الحالي بطارية تسمح له بالسير لمسافة تصل إلى 270 ميل، كما يمتلك إمكانية تحكم ذاتي ويتسع لما يصل إلى 8 أشخاص ومكان لوضع حقيبتي أمتعة، ويمكنه تسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 5 ثواني فقط، مع سرعة قصوى محددة تصل إلى 99 ميل في الساعة الواحدة. ويعتبر هذا النموذج بمثابة مفهوم لما يمكن تقديمه قريبا، حيث يمكن للسائق الانتقال من القيادة اليدوية إلى القيادة الآلية والتي تسمى فوكس واجن ID Pilot عن طريق تحريك عجلة القيادة، والتي سوف يجري تطويرها أيضا ودمجها ضمن لوحة أجهزة القياس،
ويأتي هذا النموذج بعد طرح الشركة في العام الماضي لنموذج السيارة الكهربائية المصغرة والمسمى ايدي، وتكشفت عنها خلال معرض باريس للسيارات. وقدمت شركة فوكس واجن عام 2015 تصميما جديدا قابلا لتخصيص السيارات الكهربائية، ويتم يمكن استخدامها في عدد من نماذج فوكس واجن. وتخطط الشركة لطرح أكثر من 30 سيارة تعمل بكهرباء على مدى 10 سنوات المقبلة، بهدف بيع 2 إلى 3 ملايين من هذه المركبة الكهربائية في العام 2025. تشاهدونا بعد الفاصل. Riders of the Broken Planet تحصل على عرض وتحديد موعد الإصدار. أفضل أجهزة الحاسوب محمول خفيفة الوزن مع شاشة كبيرة. شركة THQ Nordic تعلن رسميا عن لعبة RPG والأكشن Biomutant، والتي تم تطويرها من قبل فريق تطوير Experiment 101، والمكون من مجموعة من الأسماء السابقة خلف عنوان Just Case و Mad Max. اللعبة تقدم عالما تعيشون أحداثه ما بعد الكارثة، وستقدمون بتطبيق حركات الكونفو المختلفة أثناء القتال مع أعدائكم. العام القادم يجد إصدار اللعبة على الحاسب الشخصي وأجهزة المنزل الحالية. لعبة الأكشن والتصويب ذات المنظور العلوي رانر قادمة في شهر سبتمبر المقبل، حيث أعلن فريق التطوير البولندي رايكون جيمز عن موعد الإصدار لعبة الأكشن والتصويب من المنظور العلوي ذات الطابع السايبر بانك، وحيث تصدر اللعبة في 26 من سبتمبر المقبل على الحاسب الشخصي والأجهزة المنزلية. تدور أحداث اللعبة في عام 2091، حيث تقوم بقاتل غريب بشن هجوم على عصابة تمثل نظاما فاسدا يسيطر على مدينة ريغ كوك كالخيالية لكشف مؤامرة غريبة وانقاذ أخيه المختطف. Riders of the Broken Planet هي لعبة الأكشن جديدة من فريق التطوير الإسباني ميرسي ستيم. اللعبة حصلت على فيديو معرض Gamescom 2017، والذي ستقام فعاليته في ألمانيا خلال الأسابيع الجاية، وبالتحديد في مدينة كولن. في 22 سبتمبر المقبل ستصدر نسخة مجانية من اللعبة، وستحتوي على مهمتين وعدد من الشخصيات القابلة للعب وعلى أطوار اللعب الجماعي. وفي نفس اليوم ستوفر أول طور لعب فردي تحت عنوان Align Myths وبسعر 10 دولارات. في أطوار اللعب الفردية التي سوف توفر في هذه اللعبة، سيكون بمقدوركم اختيار شخصيتكم واللعب مع 3 لاعبين آخرين لإتمام المهمات، وسيكون بمقدوركم لاعب آخر أن يكون عدو الأساسي لكم ليغزو هذه المهمات ويقاتلكم برفقة أشرار اللعبة. ستحصل اللعبة على 3 أطوار لعب فردي وإضافية هذا العام، هي War Dog Fury وهيدز باتل رويال وكونسول أبوكاليبس. كل من هذه القصص تحتوي على شخصياتهم وأحداثهم الخاصة ويمكن القفز بينها دون مشكلة. فريق التطوير يريد أن يبدأ اللاعبون باللعب مجانا، وإذا عجبتهم اللعبة سيكون بمقدورهم شراء المزيد من محتوياتها، وهذا في رأيهم أفضل من شراء اللعبة بالسعر الكامل بسبب التشويق والضخم ثم الإصابة بخيبة أمل.
Star Wars Battlefront 2 قادم هذا العام للأجهزة المنزلية من سوني ومايكروسوفت والحاسب الشخصي. اللعبة تبدو طموحة وغنية بالمحتويات، فهي تحتوي على طور اللعب الفردي وطور اللعب الجماعي وتغطي كافة الحقب الزمنية للسلسلة. اللعبة حصلت على فيديو جديد يستعرض من المعارك الجوية التي ستخوضها من خلال طور اللعب الجماعي Street Fighter Assault. اللعبة تصدر في منتصف الشهر نوفمبر. قبل خروج فريق تطوير IO Interactive الشهير خلف سلسلة ألعاب الأكشن والتسلل هيتمان من مظلة شركة سكوير إنكس مالك الفريق السابق، قام الفريق بتصريح عدد كبير من الموظفين لتخفيف تكاليف عالية في ظل مبيعات الجزء الأخير من سلسلة الأقل من المتوقع. عدد من الموظفين السابقين بالفريق قاموا بتأسيس فريق تطوير جديد باسم Ultra، وأول مشاريعهم يحمل عنوان Echo. قيد التطوير حاليا لمنصتي البلاي ستيشن والحاسب الشخصي، وتاريخ 19 سبتمبر القادم هو موعد صدور اللعبة، ونشاهد عرض دعائي الأول لهم اليوم. اليوم راح أقدم لكم أفضل أجهزة الحاسب المحمول خفيفة الوزن مع شاشة كبيرة، حيث ظهرت مجموعة متميزة من الحواسيب المحمولة ذات الوزن الخفيف مع شاشة كبيرة يصل حجمها إلى 15 بوصة أو 15.6 بوصة. هذه الأجهزة تمنحك مساحة أو مجال أكبر للعمل، كما تجعل مشاهدة الأفلام والألعاب أكثر متعة نظرا لكبر حجم الشاشة، لكن مع أوزان تتراوح بين 1.1 إلى 2 كيلوغرام، بحيث يمكنك التنقل بها على مدار اليوم دون مشقة أو تعب نظرا لوزنها الخفيف. لكن ذلك لا يعني بأنها تعاني من نقص في قوتها أو في الأداء. LG Grand 15 وزنه حوالي 1.1 كيلوغرام، هو يعد أخف حاسب محمول يأتي بشاشة 15.6 بوصة في الوقت الراهن، كما يمتلك بطارية تمتاز بعمرها الطويل بحيث يمكنها العمل لمدة 9 ساعات و42 دقيقة، كما يأتي بنموذجين، الأول بشاشة تعمل باللمس وبمعالج كوراي 7 وسعره حوالي 1500 دولار، والنموذج الثاني يأتي بمعالج كوراي 5 ولا تدعم شاشته خاصية اللامس وسعره حوالي 1200 دولار. Intel Core i7 Processor LG Gram. الجهاز الثاني هو Asus VivoBook S15، يعد وزنه أثقل من LG وسامسونج بشكل ملحوظ، حيث يبلغ وزنه حوالي 1.6 كيلوغرام، ويبدأ سعره من 800 دولار، كما يدعم معالج كوراي 7 ثنائي النواة الذي يعمل بتردد 2.7 جيجاهرتز. كما قامت أسوس بالعمل على زيادة وحدة التخزين، حيث قامت بتزويد الحاسوب باثنين من وحدات التخزين، للأول للإقلاع السريع والحفاظ على أداء البرامج والتطبيقات، أما الثاني أقل في السرعة لكنه أكبر من حيث مساحة التخزين. كما يأتي بنظام تشغيل ويندوز 10، مما أدى إلى ترقية بطاقة رسوميات انفيديا 940 MX، ومن عيوبه هي بطارية في عمرها حوالي 7 ساعات و7 دقائق. Near 49 minutes, the Asus VivoBook S15 Beyond the Edge. Visit techandstyle.asus.com to learn more. سامسونج نوت بوك برو 9، إن وزنه هو نفس وزن جهاز فيفو بوك وهو 1.6 كيلوغرام، وهو يعد جهازين في جهاز واحد، حيث يتميز بشاشة تعمل بخاصية اللمس ويمكن تحركها بزاوية 360 درجة وتعمل بدقة 1920x1080. كما يعد أول حاسوب محمول من سامسونج يأتي بقلم ضوئي أس بين، والذي يدعم 4000 من مستوى ضغط الكتابة والرسم على الشاشة. كما تم تزويد هذا الجهاز ببطاقة رسوميات AMD Radeon 540 لأداء أفضل. هذا
أبل ماك بوك برو يعد أفضل حواسب محمولة من أبل، وزنه حوالي 1.8 كيلوغرام، أما الشاشة في حجمها 15.4 بوصة، ويمتلك أقوى نظام تشغيل من بين هذه المجموعة، كذلك هو الأعلى أيضاً، فيبدأ سعره من 2400 دولار، لكن توجد فيه بعض العيوب مثل منفذ USB Type-C الوحيد الذي يوجد بالقرب من لوحات المفاتيح، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الميزات المثيرة للاهتمام مثل شاشة ريتينا والتي تعمل بخاصية اللمس، بالإضافة إلى تلك البطارية الممتازة التي يمكنها العمل لمدة 10 ساعات و43 دقيقة. درع XPS 15، يمكن القول بأن XPS 15 متطابق مع ماك بوك برو من حيث الحجم والأداء، لكن كما تعلم أن XPS يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 ويدعم معالجات من جيل السابع الكور اي 5 والكور اي 7 والكور اي 3، لكن هذا النموذج يدعم معالج الكور اي 3 ثنائي النواة وشاشة تعمل بدقة 1080x1920 وبطاقة رسوميات مدمجة، وتكلفه حوالي 999 دولار، أما وزنه فهو 1.8 كيلوغرام. أما إذا كنت ترغب في الحصول على نموذج بشاشة تعمل باللمس بدقة 4K ودعم بطاقة رسوميات NVIDIA G4 GTX 1050، فسيجب عليك دفع مبلغ 800 دولار إضافي. Carbon fiber palm rest is lighter and cooler to the touch. The XPS 15 brings you powerhouse performance in a cutting-edge design. عشان كل شيء بحلقة اليوم، نتمنى أن استفادتوا واستمتعتوا بالأخبار اللي قدمناها. لمزيد من الأخبار التكنولوجية لا تنسوا تتابعونا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.